متابعين معكم مشاهدي سبورة تي في بحلقتنا لليوم وبفقرة اسأل حكيم، رح يكون موضوعنا حول العقم اللي عم بيعاني منه عدد كبير من الرجال والنساء، وأكيد عم بيأثر على حياتنا النفسية والزوجية. إيش هن طرق العلاج والأمور الواجب فعلها؟ رح نحكي أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا من لبنان دكتور غسان عازار، الأخصائي بالجراحة النسائية والتوليد ومعالجة العقم. أهلا وسهلا فيك دكتور عبر شاشة سبورة. اهلا فيك انت والمستمعين جميعا بكل انحاء العالم، شرفت اني اطلع معكم وتستضيفوني بهالحلقه. شكرا لحضرتك دكتور، اكيد نحن كمان سعيدين بوجودك معنا لحتى نغتني اكثر حول موضوع العقم. لهيك بدايه اذا ممكن نعطي تعريف مبسط للعقم. صراحه نحن اي شيء تعريف اصلي للعقم هو بدنا نقوله بعد ما يكونوا جربوا الكوبل، إذا اليوم تزوجوا وعم بيصير في علاقة جنسية منتظمة بوقت الإباضة وجربوا لمدة 9 أشهر لسنة وما صار في حبال، ممكن إنه نحدد إنه نقول إنه والله يمكن تكون هيدي حالة من العقم ولازم يصير يبلشوا يستشيروا طبيبهم. والعقم مقسوم، أنتو عقم مقسوم لنسائي وأسبابه نسائية وأسبابه الرجل، وعادة مقسوم النسبة تقريبا 50% للنسائية و 50% جاية من وراء الرجل، وممكن يكون عندنا 10% أمل أنه يكون العقم غير مفسر، يعني unexplained infertility، وهيدي بنحطها يعني فينا نقول 45-45 و 10% غير مفسر. نعم أكيد هلأ رح نتناول الأسباب خلال حديثنا، ولكن أيضا عم نسمع بعقم مؤقت وأيضا عقم دائم، فإيش الفرق بين الاثنين؟ مؤقت يعني صراحة أنه في له حل، يعني مؤقت يعني صار في مثلا تخربط بالإباضة، صار في عنده الرجال ضعف من وراء تعب ستريس، شيء أخده براني استعمله براني، بيكون هذا عقم مؤقت، يعني اليوم صار بس ممكن يتحسن بعد 6-7 أشهر أو نعالجه في له علاج. إنما العقم الدائم هو عقم إنه في مشكلة مش موجود إلى حل بالطرق الطبيعية، يعني مثلا امرأة صار عندها ارتفاع بالاف اس اتش تبعها ووصلت لسن الياس او بلغت انه سن الياس كثير بكير على عمر 30 سنه وبدها تتجوز وما بقى عندها بيوض، يعني بيوضها فرغت ما بقى في عندها تعطينا بيوض. او الرجال مثلا من الاول بين انه ما عنده سائل منوي، حيوانات منويه بالسائل، وانه فحص الاف اس اتش كمان تبعه كثير عالي، وانه الخصيات بطلوا عم بيشتغلوا او في عنده ضمور بالخصيات. هدول اسباب دائمه، يعني ما في لهم. هلا اكيد في حل ثاني بس حل اذا بيقبلوا فيه الكوبل، يعني او دينيا اذا بيرضوا فيه، بس انه نحن كحكمه مفروض انه نقول لهم للعالم شو الموجود. هلا المؤقت هو مؤقت مثل ما هو تفسيره، يعني تمام. موجود هلا او يمكن يروح بعدين. نعم، خلينا هلا معناته نتناول دكتور مختلف الاسباب اللي عم بتؤدي للعقم عند النساء. العقم عند النساء هو اصلا اللي بيحضروني على الانستغرام، انا عندي صفحتي دكتور غسان عزار، اليوم نزلت حلقه يعني فيديو عن هالموضوع بالذات، يعني كيف سأبت انه انا وان كولابوريشن مع عائلتي، اذا هيدي هي كمان بيج مهم كثير بالبلاد العربيه، بقى عم نحكي فيها ما هي اسباب العقم عند النساء. هي اول شيء اسبابها هرمونيه، ممكن تكون هرمونيه وتخربط الدوره، مثل متلازم التكيس المبايض عند النساء اللي عندهم بوليسيستيك اوفري سيندروم، او ممكن يكون عندهم انخفاض بمخزون المبيض، يعني هذا سبب، او ضعف بمخزون المبيض، يعني صار الاي ام اتش تبعهم الانتي ميلاريان هرمونز اللي هو فحص نختبر فيه مخزون المبيض ضعيف. نعم. او ممكن يكون اسبابه انه اي شيء منتقل جنسيا اخذت
جرثومه منتقله جنسيا ازيد للانابيب مثل الكلاميديا، اللي هي جرثومه بتطلع من الرحم بتفوت على الانابيب وبتاذي شعيرات الانابيب، ما بعودوا بيشتغلوا وبتصير الوحده ما عندها امل انه تحبل لانه الانابيب تبعولها منزوعين من جوا. او عامله عمليات مثلا جراحيه، سقت بطنها قبل، شالوا لها كيس، او عملت عمليه الزايده، صار في عندها التصاقات بقلب بطنها ولزقوا الانابيب، بطلوا الانابيب حره، بطلوا انابيبها بيتحركوا ليروحوا يلقطوا البويضه. سو هيدي سبب مهم. الياف كابسه على بطانه الرحم، لحميات كابسه على بطانه الرحم، ممكن يكون عندها مثلا الرحم مكون من الاول رحم طفولي، اي عندها مثلا بطانه مهاجره، كياس على المبيض، نعم تخربط لها الدوره الشهريه، كل هيدي أسباب، هي أسباب مهمة عند الأمرأة لحتى يعني لازم نعالجها لحتى توصل لحمل إذا الله رأى. نعم، طيب بالنسبة للأسباب الرئيسية اللي تؤدي للعقم عند الرجل؟ عند الرجل كمان أسباب كثيرة. أسباب، أول سبب عند الرجل وقتها بنشوف في ضعف بالسائل المنوي، ممكن يكون عنده كمان امراض منتقله جنسيا اثرت على البذره، ممكن يكون عم ياخد كورتيزون من هدول اللي بيعملوا كمال اجسام، نعم بياثر كثير 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 على البذره تبعيته، تعب وستريس بياثر على البذره، التعرض لكل شيء حامي مثلا مثل السونا مثل الحمام السخن كثير قوي، القعده مده طويله على الكرسي وما بيتحرك بصير في حماوي بالخصيه، تاثر كثير على السائل المنوي تبعه، الدخان، استعمال يعني اذا عم بياخد مخدرات او حشيش او اي نعم شيء، الالكول، استعمال الالكول، المشروبات الروحيه، نعم كل هدول ممكن يكونوا اذا عمل اي عمليه للخصيه. هلا من زمان كنا نقول من بين هدول انه الفريز هو سبب من اسباب الفريز بالخصيه، نعم بس تبينت الدراسات انه فريز الخصيه مزبوط بيصير في حماوه وبيصير في حماوه على الخصيه اكثر وبتنزع شوي البذره، بس نحن ضد انه نعمل له عمليه هيدا، بس هلا بنحكي فيها اذا بدك بسؤال ثاني. نعم دكتور، طيب خلينا نحكي كمان بنقطة العامل الوراثي أو حتى العوامل البيئية، هل ممكن تؤثر على الحالة إن كان عند الرجل أو المرأة وتؤدي للعقم؟ يعني العامل الوراثي والعامل البيئي، هل لهم دور بهذا الموضوع؟ عامل الوراثة ايه، هلا هي بتشوفي في رجال بيجي لعنا بشكله كتير منيح وما بيشي وصار في عندهم حالة عقم ودرسناهم لهالكوبل ما عنده بذرته صفر. واحد من الفحوصات اللي بنعملها للرجل لحتى نعرف اذا ليش بذرته صفر هو لازم نعمل فحص الكروموزوم تبعه، نعم الكروموزوم فحص الخلايا، وبتشوفي انه الرجال اللي عنده تيرنر سيندروم، اسمه تيرنر يعني بسموه نحن عندنا بلبنان الرجل هيك اجرودي بيكون ما عنده شعر نعم وطويل كثير وايديه طوال ومعروفه يعني اسمه كروموزوم 7 له 45 اكس او، هو ما بيكون مكتشف ابدا حاله وما بشيء وما عنده شيء ابدا، عنده حياه جنسيه مضبوطه وكل شيء مضبوط، انما هو عنده هدول خصيات وما بيمشوا ما بيشتغلوا، يعني من الاول وراثيا خلق بهالطريقه نعم وما بيشتغل الخصيه تبعيته. عند النساء نحن بنروح وراثيا حسب الام، يعني اذا امها قطعتها على عمر ال 35 لازم تعرف هالامراه انه هي كمان رح تضعف مخزونه وتصير مخزونه كثير ضعيف على عمر ال 35 لانه بتروح وراثيه هالشغله مع بعض. يعني اي شيء عم تحكينا انفايرمنتال يعني شيء بالطبيعه، نعم اي شيء بالطبيعه، لا صراحه ما في كثير اشياء بالطبيعه، بس مثلا التعرض للحماوه الخصيه نعم بتاثر كثير على البذره عند الرجل.
بالمحلات اللي فيها كتير حماوي او شيء يعني بالطبيعه، نعم بس غير هيك لا، ما في شيء توكسيك ماتيريال الواحد متنشأ ولا ينزع البذره. لا طيب دكتور، في حال مثلا صار في مرات معينة تعرض للأشعة، إن كان تصوير شعاعي بأوقات محددة، هل ممكن يؤدي للعقم إن كان عند الرجل أو عند المرأة؟ لا صراحة ما بأثر أبدا التصوير الشعاعي، حتى لو كانت حامل نعم والجنين بقلبها، هيدي كانت يعني أشياء نحكيها سابقا عن هالشيء، بس لا ما بتأثر أبدا التعرض للشعاع الأشعة، ما بتأثر عند لا الرجل ولا الامرأة، بتؤدي إلى هالعقم يعني. نعم طيب دكتور، ايش من الخطوات الاولى اللي لازم الزوجين يقوموا فيها في حال الاشتباه بوجود عقم، ان كان عند الرجل او عند المرأة، او وجود مشكلة بالانجاب، فايش من الخطوات اللي لازم يقوموا فيها؟ اوكي، هون هيدي الشغله لازم شوي نطول فيها، يعني اذا كوبل تجوزوا اليوم وقرروا انه بدهم يحبلوا دغري، لازم يعملوا مجامعه على وقت الاباضه. نعم قبل ما يشوفوا حكيم، قبل ما يحكوا مع حدا، هلا اكيد المراه نحن دائما 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 بننصحها قبل الزواج انه تشوف طبيب طبيب نسائي وتكشف على حالها وتشوف مبايضها وتعرف اذا عندها متلازمه تكيس المبايض، تعرف اذا ميعادها منتظم، تاخذ طعم سرطان عنق الرحم اللي هو 4 اتش بي في لتحمي حالها من سرطان عنق الرحم، هيدي قبل الزواج. كمان الرجل لازم يعمل فحص بذري، هيدي نصيحتنا نحن لكل كوبلز، اذا بدك بالاخير كنهايه لهالموضوع نقولها، هيدي وحده من هالكونكلوجن اللي بنقولها، بس لازم يجربوا بوقت الاباضه. كيف وقت الاباضه عند هالامراه؟ كيف تاخذ وقت اباضتها؟ يعني مثلا اذا امراه ميعادها 28 يوم، تعمل اباضه نهار ال 14، دائما 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 شو هو ميعاد المراه؟ لازم تطرح منه 14 يوم، مثلا اذا ميعادها كل 30 يوم او كل 35 يوم، تعرف من نطرح 35 الا 14 بيطلع 21، هونيك اباضتها. نهار ال 21 هو الاباضه تبعيتها. سو لازم تجامع هالكوبل، لازم يجامعوا يومين قبل نهار الاباضه ويومين بعد، يعني 12 14، اذا ميعادها كل 28 يوم بتعمل مجامعه 12 14 16، يعني تعمل مجامعه دائما على وقت الاباضه تبعيتها. اذا جربت هي وزوجها على مده 9 اشهر لسنين وما صار في حمل ساعتها لازم تروح وتزور طبيبة. هلا بالطبيب، وقت بتيجي عند الطبيب لازم يعمل الدراسات خطوات، وما لازم يقفي خطوه، يعني حرام انه الكابل يقفوا خطوه، لانه وقتها بيقفوا خطوه بصير في مشاكل. يعني مثلا وصلت لعند هالطبيب، وصلوا هالكابل عند هالطبيب، قالوا له انه نحن صرنا سنه عم نجرب، بيعمل فحص نسائي، نعم بيعمل سونار مهبلي، بيشوف الرحم والمبايض، من السونار المهبلي في يعرف اذا في اي مشاكل، لحميات، الياف، تضخم بالرحم، اذا عندها متلازمه تكيس المبايض، مبيضه قد ايه مخزون المبيض تبعها، من الصوره، لانه في فحص الاي ام اتش بالدم هو لمخزون المبيض، وفي فحص اسمه اي اف سي انتر الفوليكولر كاونت، بنعد نحن بالصوره بالسونار بنعد اليمين والشمال قد ايه فيه بيوض صغيره، قد ايه ممكن هالمره تنتج بيوض لا بالمستقبل، اذا عندها ريزيرف منيح، اذا خزنتها منيحه، اذا عندها منيح مصاري بهالبنك او ما عندها مصاري منيح. سو هيداك خطوه اولى، بيطلب فحص بذري لزوجها وبيطلب لها فحوصات الهرمونات، اذا كلياتهم منيح ساعتها اغلب الظن بيكون شو هو مشكله بالانابيب. المراه اللي بتكون تجوزت وما عم تحبل وكل شيء منيح عندها، اهم شيء هالخطوه هلا تعمل صوره ملونه للرحم، اسمها صوره ظليليه، بنقذف مي بالرحم بننظف هالانابيب، هالانابيب بتكون توسخت من شو؟ ميعاد وافرازات ومخاط، ممكن يطلعوا بالرحم يرجعوا بدل ما يطلعوا لبرا، يطلعوا بالرحم يفوتوا بهالانابيب، بيتوسخوا انابيبها، بصير امل انه تطلع هالبذره وتتلاقى بالبويضه قليل. سو نعم. اول شيء بنعمله هو صوره ملونه للرحم، صوره ظليليه بتنعمل بطريقتين، يا اما بالاشعه
كل العالم تقريبا هلا بيعملوها بالاشعه، صوره ثقيله مزعجه بتوجع، او بنعملها بطريقه متطوره. نحن عندنا بالعياده بنعملها بالطريقه طريقه المي اسمها هايكوزي، اللي هي هيسترو هايدروتوبيشن، هيديك اسمها هيسترو سالبينجوجرام، يعني نعم بجرام بالاشعه، وهيدي هايدروتوبيشن بالمي. نقذف مي بالعياده بالمي وبالسونار ومننظف هالانابيب. الوحده بيصير امل الحمل عندها كثير عالي، لانه بس تنظفوا انابيبها ذا تشانس انه تحبل صار اعلى بكثير. بس لانه مثل السياره، اذا واحد عنده سياره بنفخ لها اسمه هو اللي صب بيطها بتصير بتسرع اكثر، نفس الشيء. هلا اذا جربت بعد صوره الانابيب 6 اشهر وجربت بوقت الاباضه واشتغلت مظبوط، ستيب الثاني هو نطلع على المنظار. قبل ما نطلع ونقطع طفل الانبوب نطلع على المنظار، وهيدا كله 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 موقف ستنا على عمر الامراه. نعم لانه اذا عمر الامراه متقدم، لا الحكيم ما ممكن يمشي بهالطريق هيدي، يعني لانه ساعتها بده يمشي بسرعه، صح. ما في ضيع لها وقتها لهالمرأة، يعني وقتها ثمين، ما في ضيع لها اياه ويقول لها انه انا بدي اعمل لك صوره مظلليه وبعدين منظار. سو ثاني ستيب هو المنظار. ليه بنعمل منظار؟ لانه صحيح الانابيب مفتوحه، بس بركي هالانابيب ملزقه، منا حره لتروح تلقط البويضه. كيف ملزقه؟ بركي عامله عمليات سابقه، بركي عندها بطانه مهاجره، بطانه المهاجره بتعمل التصاقات بالانابيب، صح. بركي عندها التهابات سابقه ادت انه طلعت من الرحم فاتت وعملت لها التصاقات بقلب الانابيب، على الانابيب. هي كلياتها هي سبب اساسي لحتى نعمل ناضور. شو بنعمل بالناضور؟ هي قطبه بالذكره، قطبه وحده بالذكره، نعم ومنفوت بمنظار لجوه على البطن، منشوف الرحم، الانابيب، المبايض. ممكن هالانابيب تكون ملزقه بالمنظار، منفكفك هالالتصاقات ليصيروا الانابيب حره. وبنفس الوقت اذا في بطانه مهاجره ممكن نكويها بالليزر ونحرقهم لحتى نموت هالديزيز شوي. وثانيا ننظف الانابيب مثل الصوره الظليليه. ليه بدنا ننظفهم بالعمليه؟ لانه بالصوره الظليليه قلت لك بتوجع، تكون الوحده شاده، ما بتنظف هالانابيب مظبوط. بالناضور بتكون نايمه، بنج نعم مبنجه. عم نعمل نحن تنظيف لهالانابيب لننظفهم كثير منيح. سو الوحده حتى لو منظار عندها طلع ما فيه شيء، امل انه تحبل من بعده كمان عالي، لانه تنظفوا هالانابيب تحت البنج. سو هيدي ثالث خطوه. ثالث خطوه هي المنظار. هلا اذا ما حبلت، هون بتختلف الاراء وحسب كل حكيم. نحن مثلا ما بنروح على تلقيح وانسيمينيشن لانه نسبه نجاحاتها واطيه. نعم شوف جربت 6 اشهر بعد المنظار، انا صراحه بطلع على طفل الانبوب. انا مرضاي بطلعهم على طفل الانبوب وما بطلع على التلقيح، لانه بتكون عم نصرفهم وقت ونصرفهم مصاري ونضيع لهم شوي وقتهم ويزهقوا. اهم شيء صح. ما يزهق الكوبل. نعم. طيب دكتور، اليوم يعني هاي الحالة اللي عم تحكي فيها هو في حال وجود المشكلة عند المرأة، في حال كانت عند الرجل، فإيش الخطوات اللي لازم تنعمل؟ الخطوات اللي لازم تنعمل عند الرجل، بنشوف البذرة تبعيته. هلا الرجال كثير مهمة ستنا، الرجال كثير 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 حساس، أكثر منكم بكثير. يعني كيف يعني؟ يعني حساس، يعني كثير البذرة تبعيته بتتلاعب. بتتلاعب كيف؟ ممكن تكون 17 مليون واطية، وممكن تكون 50 مليون كثير منيحة. ليش؟ حسب نفسيته، حسب قديش نعم. مرتاح. كل ما كان مرتاح، كل ما كان نفسيته منيحة، كل ما كان البذرة أحسن. كل ما كان مضغوط وستريست وتعبان وعم يشتغل ومضغوط، تقشط هالبذرة. هلا في رجال اللي بيدخنوا، اللي بيقعدوا بحمامات سخنة، اللي بيستعملوا، ما بيمشوا كتير، ما بياكلوا أكل صحي، ما بيعملوا سبور، ما بيعملوا رياضة، بيستعملوا ممنوعات شوي بيستعملوها، بيستعملوا الكورتيزون، بخف عندهم كتير العدد، وبخف عندهم حركة شكل البذري، مورفولوجي البذري بتصير مشوهة من وراء هالأشياء اللي عم بيستعملها هالرجال. سو بننصحه هونيك ساعتها، بنقول له خفف كتير دخان او وقف دخان، ما بقى تتحمم مي سخنه، ما بقى تلبس كيلوتات ضيقه، سليبات ضيقه، البس سليبات بوكسر واسعين، ما تقعد فتره طويله، استعمل شويه رياضه، اعمل اكل صحي، ونعطيهم انتي اوكسيدنت،
انتي اوكسيدنت هو فيتامينز بنعطيهم اياه بحسن شكل البذره، في ياخذ انتي اوكسيدنت يدفع مصاري او يستعمل تونه علبه التون 3 مرات بال 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 بالاسبوع مثلا، ياكل تونه هو بحد ذاته التونه انتي اوكسيدنت، في يستعمله كهيك ياكل تونه بدون ما يستعمل دواء. هول بنعلمهم اياها للرجال، ما تحسنت البذره وما علي، ما تحسن الشكل وما تحسنت الحركه، نطلع طفل الانبوب، ما منضيع وقتنا مع الرجال صراحه. يعني ما في ليش بدنا نضيع لهم وقتهم لهالكابل. اليوم بالطفل الانبوب عمليات نسبه النجاح عاليه 70%، حرام اذا مدياتهم بتسمح لهم ما نطلع لهم. نعم، لهيك دكتور اذا ممكن هلا نصنف العلاجات ان كان للنساء وان كان ايضا للرجال، هل هي دائما خلينا طرق او نمط حياتنا لازم يتبعوه او ادويه او عمليات جراحيه، فايش الطرق العلاجيه للعقم؟ العلاجات للعقم حكينا فيها، يعني قلنا بنعمل صوره ملونه للرحم، يعني دائما حسب منظر الحاله معناتها. نعم حسب الحالة، وبنعمل طفل أنبوب. بس إذا وحدة عمرها 40 سنة، لا أكيد ما إلي حق أنا كحكيم إنه مشيها بهالطريق، تعملي صورة ملونة جربي 6 أشهر، رجع عملي نضور وجربي 6 أشهر، ورجعي بعدين لا حرام كن عم ضيع لها وقتها. هالمرأة عندها مخزون ومخزونها محدود وما فينا نلعب معه. أنا نصيحتي لها تاني نصيحة بهالفقرة، هي المرأة اللي بتتزوج متأخر شوي، أول شيء قبل ما تتزوج أول نصيحة هي أنه تفكر جديا 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 إذا ما بدها هلأ تتزوج وعمرها 30 وعم تقطع هالـ30، تروح تجمد بيوضة، حط بيوضة مجمدة لحتى تستعملهم بعدين. هلأ إذا تجوزت متأخر وما كانت مجمدة بيوضة، تروح فورا عند الطبيب وتستشيره وتقول له شو لازم أعمل، بدي أحبل بسرعة، ما تقعد تضيع وقت. هيدي نصيحتي لها. نعم، طيب دكتور في حال استخدام الأدوية الهرمونية بعلاج العقم، يمكن في كتير أشخاص ما عم يتقبلون أو عم يشوفوا أنه نحن ما بدنا، فإيش هو دور الأدوية الهرمونية بالعلاج؟ الأدوية الهرمونية صراحة بالعلاج هي أدوية لحتى تساعد تحفز المبيض، يعني هيدا اللي بنعملها. للرجال قلت لك نعطيه فيتامين، بس ما في أدوية لإله. نحن ما منآمن انه دواء بحسن بذره الرجال، احلى دواء للرجال هو هون 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 بين هالعضمتين، انه يكون مرتاح نفسيا، اهم شيء كل يكون مرتاح نفسيا. ادويه الهرمونيه للنساء بدنا نحفز المبيض، كيف بدنا نحفزها؟ في حبوب ما بنحبهم وفي ابر فعالين اكثر بكثير وبنعطيهم اكيد غاليين، بس هيدول لاحسن شيء طريقه. هلا هل بضره؟ ايه بضره، اذا كان الحكيم منه يعني عارف انه هيدي عندها تكيس مبيض، انتبه يمكن عندها يصير في افراط بالتهيج ويتهيج كثير مبيضه وتعمل شيء اسمه هايبر ستيميوليشن سيندروم، افراط بالتهيج ومشاكل هيدي بتعمل لها مشاكل للامراه، اكيد هالمراه هيدا. بس نحن اليوم بس حتى كمان هيدي رابع نصيحه، انه بطلنا نحن بالطفل الانبوبه كثير نرد الاجنه بنفس شهر التهيج. يعني اليوم اجت هالكبل اللي عندي بلشت العلاج، وصلت لليوم سحبنا لها البيوض، لقحنا عملنا اجنه، ما بقى نردهم هالشهر. صرنا رايحين اكثر بنجمد، نريح هالمره، نريح لها رحمه ومبيضه ونرد لها اياهم الشهر الثاني. ليش؟ لانه تبينت الدراسات انه الشهر اللي بيكون منشطين فيها المبيض بيعمل الرحم بتسمم شويه بطانته. أمل انه وقتها بنحط هالاجنه بقلب الرحم انه ما يعششوا شوي اكثر، عشان هيك صارت كل برا ببلاد برا بيعتمدوا اكثر على الفروزن امبريو ترانسفير، يعني بيردوا الاجنه المجمده اكثر ما يردوها بالفريش، لانه نسبه نجاحاتها شوي اعلى. نعم دكتور، خلال الحديث ذكرت العديد من النصائح للزوجين، هل في نصائح تانية ممكن تقدمها للتعامل مع الضغط النفسي الناجم عن العقم؟ أنا بقول دائما لازم يكون في أمل، دائما دائما لازم يكون في أمل. تعرفي أنه هلأ في نساء بتحبل بعمر عنا نساء 47 50 سنة
وعندنا رجال انه ما عندهم بذره، بس هدول اختاروا طريق تاني، يعني اختاروا طريق يمكن دينيا مش مقبول عند بعض ويمكن مقبول عندهم، بس انه اليوم انه لازم يعرفوا، لازم يعرفوا انه دائما يحطوا امل، ولازم يعرفوا انه ياما وياما 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 عندي كوبلز عاملين 16 و17 مره اجوا لعندي، مش لانه انا غسان عزار، لا، لانه يمكن باي تشانس حبلوا عندي، بس انه حبلوا وبعد 25 و15 سنه و20 سنه من العقم، بقى دائما لازم يحطوا انه امل. هلا اكيد هو ربنا الطاعم، هو اللي بيطعم، نحن اكيد اداه بنساعدهم، بس بالاخير انه صار نسبه نجاحاتنا كثير كثير عاليه، صار صعب نقول في حاله عقم غير نون تريتبل، يعني ما فينا نعالجها. نعم أكيد، شكرا لحضرتك دكتور على كل هاي النصائح وكل التعريف حول موضوع العقم عند الرجال وأيضا عند السيدات. شكرا لحضرتك وشكرا لوقتك ولوجودك معنا اليوم عبر شاشة سوبورو. أهلا وسهلا فيكم جميعا ومتشكرينكم، وإن شاء الله يكونوا استفادوا شوية المشاهدين، ونحن دايما تحت الطلب. شكرا كثير لحضرتك، تشرفنا بوجودك معنا. شكرا. أهلين.